طيب خلينا نروح لتقشف 3 سنوات المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر بيكشف برنامجه للنهوض باقتصاد البلاد. أزمة حقيقية موجودة وهي أزمة الاقتصاد. عارف أنت زمان لما كان أي حد بيترشح في مجلس الشعب كعضو بس حتى كان يروح يمشي في الشوارع ويبدأ زي ما عمل عادل إمام في الفيلم الشهير يقول له إيه، شيل الواد الصغير، دلع النونة، ادي شوكولاتة للبنت الجميلة دي، انزل قول للناس أنا معاكم وابنكم وهعمل لكم كل حاجة، ويقول لهم إن إحنا هنرصف الطرق وهنعمل حاجات كتير جدا. كلام جميل في أول ما بيتقال، الفيصل بين الكلام ده إذا كان حقيقة ولا كده هو تنفيذه على أرض الواقع بعد أن يصل العضو المرشح أو الرئيس المرشح المحتمل للرئاسة. طيب إحنا النهاردة عندنا حد بيقول لنا، المهندس حازم عمر بيقول لك أنا دلوقتي عندي خريطة أو برنامج للنهوض باقتصاد البلاد. اقتصاد البلاد أزمة حقيقية إحنا بنواجهها، فإذا كنت أنت بتتكلم في هذا الملف أنك هتنهض باقتصاد البلاد من خلال برنامج محترم وبرنامج رئاسي بتحمله وأنت تذهب إلى كرسي الرئاسة أو انتخابات الرئاسة، نقرأ ونشوف. قال لك خلال حواره، قال سنعمل من السنة الأولى على السيطرة على التضخم ومعدلات الدين العام الخارجي والداخلي وتشديد السياسات النقدية والانضباط في الإصدارات النقدية الجديدة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين بغرض تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة وحمايتها من التآكل، وكمان هنساند الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل ورفع بعض الأعباء الضريبية من على كيالهم خلال تلك الفترة. وقال إن ده السبيل الوحيد حتى تخرج مصر من عثرتها الاقتصادية الصعبة في النصف الثاني من عام 2026، وقال سنجني ثمار برنامجنا المقترح في انفراجة اقتصادية في مطلع عام 2027، وأي وعود براقة خلاف ذلك ستكون غير صادقة وغير دقيقة. طيب هو الكلام زي ما قلت لحضراتكم كلام جميل، كلام حلو، بس أنا بس لفت انتباهي حتة التقشف دي. هنتقشف 3 سنين؟ يا باشا احنا بقالنا 10 سنين لا مؤاخذة متقشفين. بقالنا 10 سنين عمال يتدب فينا، وصندوق النقد يقول شد الحزام، والراجل يشد الحزام، والصب في المصلحه شغال كان كل خميس، ما اعرفش غيره اليومين دول، اليوم بقى ايه، بقى يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس، بس ما زال الصب في المصلحه مستمر، ما زال رفع الدعم مستمر، ما زال التقشف مستمر، ولم تخرج مصر من ازمتها الاقتصاديه، بل ازدادت سوءا الازمه الاقتصاديه، وده اللي احنا عمالين ندور له اصلا على حل.